اللي بيحصل في العرض انه في علاقه حب ما بين اتنين طلبه جايين من المدينه يعملوا مشروع التخرج بتاعهم، فبيتعرفوا على بنتين من الغجر، استاذ منى وليد واستاذ وفاء السيد، وبينشا بينهم قصه حب. فبيدور احداث الروايه على من هذا المنطلق بس. وبعد كده بيبقى بيحصل بقى مشاكل كتير، والغجر مش بيرضوا يجوزوا بناتهم لأي حد من المدينة براهم، وبتحصل بقى أحداث كتير جميلة. ومش عايز أحرق لك العرض عشان تشوفه. الرسالة احنا بنقول يعني إن مفيش حتة إن يبقى في حد غني وفي حد فقير، في حد ابن وزير وفي حد من تحت، لا، المهم إن الحب هو اللي بيصنع إن الإنسان يذوب الحاجة دي خالص، ومبقاش في ما بيننا فروق ما بيننا من بعضينا. فبنقول لهم يعني شوفوا الحاجة ديت، وإن الغجر كمان ليهم لغة وليهم تقاليد وليهم حاجات، بس مع الحب ومع الحاجات دي بتذوب الحاجات دي كلها. انا هقول لك، هو العرض بتاعنا عرض حلو قوي. اولا هو فانتازي عاليه جدا، وفي ميكس كده حلو قوي ما بين الدراما والكوميدي والاستعراض والغنى، ودي حاله حلوه قوي على المسرح، مش هنعرفها الا لما نشوفها. فدي ده مبدئيا العرض بتاعنا كده. بنشخص بقى من ضمن الحاجات الغجر ونوعياتهم اللي موجودة، وهم بيمثلوا قد إيه حوالين العالم، وموجودين إزاي وبالشكل إزاي، فبتدي معلومات عن النوعية ديت اللي هم الغجر. فكرة حلوة قوي بين العلاقات ما بين الغجر والصيادين وطلبة الجامعة. انا طبعا بعمل استاذ الجامعه، باخد طلبه معايا، بنروح نعمل دراسه عن الغجر وعن الصيادين. وبعدين في مزج ما بين الثلاث ثقافات المختلطه دي. بيحصل ان شاب جميل كده من فنون جميله جاي يعمل مشروع تخرج، ويفاجئ ان فتاة احلامه حبيبته اللي هو بيتخيلها وبيحلم بيها موجوده من الغجر، وقانون الغجر ممنوع ان البنت تتجوز من خارج القبيله. فهي دي المشكلة اللي حصلت وبدأت المشاكل فيها ده. عايز يوصل رسالة ان ما عادش فيه طبقية، وما عادش فيه احنا غجر وانتو مصريين واحنا بدو وانتو فلاحين، كلنا ولاد مصر وكلنا نسيج واحد، ونتجوز من بعض ونعيش مع بعض، ما فيش القوالب والعزلة بتاعت زمان دي. الحمد لله كل يوم عن التاني العمل بيزداد ترابط، والناس بتبدع يوم عن التاني. تعرف عمل المسرح امبارح غير النهاردة. العمل الحمد لله لقى قبول من الجماهير، وبتجينا ناس كتير، واحنا بنطمع ان العمل ده يستمر ويجوب محافظات مصر الايام القادمة. مزج دكتور عامر الدوارة عمل مزج بين المسرح وبين السينما، ده دليل ان عمل شاشة، فما شاء الله يعني احنا تعبنا بس ما شاء الله عليها لها اقبال.